نرى صورتك في سيارة، أين أنت وماذا تفعل؟ نعم، أنا في ما بين ما في فاصل ما بين اجتماعين مجلس باريس، وهو يضم جميع المنتخبين في إقليم باريس، وأيضا اجتمعنا بالكثير من المسؤولين، وكنت هناك وشاهدت جميع، وأنا هنا لأساعدكم في معرفة وتوضيح الموقف الكامل في باريس والخاص بوفاة الشاب نائل وكل الأحداث التي تطورت بسرعة رهيبة على جميع الأراضي الفرنسية. أولا، هل هدأت الأمور نسبيا أم ما زالت مشتعلة أو ما زالت دائرة العنف مستمرة في أماكن متفرقة سواء من باريس أو من مدن فرنسية أخرى؟ الموقف الآن تحسن كثيرا منذ 48 ساعة. بالفعل كان هناك 4 ليالي معقدة جدا، وكان هناك الكثير من التجمعات المدنية والمسيرات، وخاصة في العاصمة وفي ضواحي باريس وفي ضواحي المدن الكبرى في فرنسا. وأؤكد لكم أنه تم إيقاف الكثير من الخارجين عن القانون والذين كانوا ضمن المتظاهرين ليدينوا وفاة الشاب أو الفتى النائل، وقد عطلوا الكثير من المصالح الحكومية والعامة، وقد بالفعل أشعلوا النيران في الكثير من الممتلكات والسيارات. وأؤكد لكم إذن الحادثة جميعكم تعرفونها، أن الشاب نائل لم يقضى عليه أوامر البوليس رجال الشرطة واستمر في المسير في السير واضطر التعامل معه. لكن أؤكد لكم أن من يقوم بهذه الأفعال المشينة سواء حرق الممتلكات أو سيارات إنهم مجموعة من الخارجين على القانون وليسوا من المتظاهرين. إنها كان الموقف صعب جدا في البداية، لكن منذ 48 ساعة الموقف عاد كثيرا إلى الوضع الهادئ.